اهلا وسهلا. اهلا اهلا، حياك الله. اهلا وسهلا يا نادر، من اين واجي؟ والله يا دكتور واجي من القريه. وزعت لك معي هديه من الوالد، وعلى فكره الوالد يسلم عليك. يا سلام. ايوه قلت الوالد يسلم علي. ايش هذا؟ هذه هديه الوالد كهيش. يا سلام، والله زي ما تقول شيء يثير التشويق. ممكن تفتحه؟ على طول يا دكتور. هذا هدية أبوك؟ أيوة يا دكتور. بس الظاهر أن أبوك اختار الهدية التي تعبر عن خلاصة التقدير. هل قال شيء؟ لا. أنا ممكن أقرأ تعابير والدك بعدة أوجه، بس ما أقدرش أحدد وجه بعيد. هل والدك يحب العنف والسلاح ويفكر إننا مثله؟ هل يهددنا بهذه الرسالة على أنه إذا لم تنجح يكون مصير القتل؟ هل يسخر من سلمية الثورة ويرمز إلى أنها ستسحب بقوة السلاح؟ هل يفكر أن الثورة ممكن تنجر إلى طريق العنف والحرب الأهلية؟ يا حاجات كثيرة يا نادر تحتاج إلى تفصيل هدية والدك. والله يا دكتور، أنا بالنسبة لي مش عارف أي حاجة من اللي أنت تقوله. بس طيب، أقدر أقول أنك قبلت الهدية؟ الله الله الله، أنت عبيد زي أبوك وأكثر. يعني إيش يا دكتور؟ يعني مستحيل أقبلها. وبلغ الوالد إن الثورة بتنتصر سلميا دون الرجوع إلى العنف. طيب يا دكتور، بالنسبة للنتيجة حقي إيش أقول للوالد؟ نتيجة؟ النتيجة كانت